المسلم يتكلم بالكلمات الشرعية ولا يتكلم بالكلمات التي أدخلها علينا أهل الباطل، أهل الكفر، أهل الضلال. مسلمان كريم كلمة ربي علامة لي رئيزم دا وان كلمة بخبرها كلمة أهل الباطل أهل الضلالات كرنا نظمة مسلمان قالي وان كلمة خبرنا دا لأنهم أرادوا أن يفسدوا علينا الشريعة، يفسدوا علينا الدين. شوك أهل الضلالات حسدكم فصديت إحنا ناف ديني مدى ناف شريعة ضلالة. لا يمكن أن يرضى هؤلاء إلا وأن يخرجوا أهل الإسلام من الإسلام. شوك أهل الضلالات النصر الحطاء أهل الإسلامات الإسلامات الدارنا ونحن نعبد الله أم رب العالمين رعي بذلك نسمع ما يقول الله سبحانه وتعالى نتكلم بالكلام الله أبروز كده رب العالمين رب العالمين مرة لا نقول مثلا حضرة لأن حضرة هم أرادوا بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر النامج الكلمات حضرتك في خمبان لدى حضرتي علي أب كلمة حضرت كلمة أنا رفضت شوكي حضرت مثلا بني حاضر يلي أو نكالك أمتدى نصانك أي شيء دريا النبي صلى الله عليه وسلم نقطع أنه مات عليه الصلاة والسلام أم ظننت بخبر ما صلى الله عليه وسلم حاضر منا أو وفاته ولا يمكن أن نعتقد غير هذا المقر اعتقادك إيمانك أدني اليوم بكبير بشكل